بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق. كيليان مبابي افتتح التسجيل متقدما بفريق الإمارة بعد 17 دقيقة على البداية، وفي الدقيقة 35 عزز توماس ليمار تقدم موناكو بالهدف الثاني، فيما حملت الدقيقة 48 هدف مبابي الشخصي الثاني في اللقاء والثالثة لموناكو، التي استقبلت شباكه هدف شامبلي الأول بحدود الدقيقة 57، والتي حمل توقيع أنتوني سوفيرفي، نتيجة خيمت حتى الدقيقة 81 موعد الهدف الثاني لشامبلي بواسطة غريغوري جونري. هذه المرة وفي الدقيقة 89 تم طرد أندريا راتزي من صفوف موناكو الذي تلقى الهدف الثالث في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع عبر سوفيرفي، فارضا به وقتا اضافيا استهله كيفن اندوران بالهدف الرابع لموناكو، واتبعه زميله كامل جليك بالهدف الخامس. اما رومان بادوفاني فكان وراء الهدف الرابع لشامبلي، وبذلك انتهت معاناة موناكو.